كاب اف ام الكلمة ليك. هذا الخبر هو صحيح، لقد صدر هذا الاتهام عن السيد وكيل الجمهورية. وفي الحقيقة هذا الملف كما قلت في السابق هذا داخل في إطار تسييس هذا الملف، أن الملف هذا كان من أنظار قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس، ثم تم إلحاقه بالقطب القضائي في إطار مذكرة عمل. هذا إجراء باطل من الناحية القانونية، لأنه لا يمكن إلا للقاضي التحقيق الذي تعهد بالقضية منذ البداية متابعة القضية والفصل فيها من البداية إلى النهاية، وبالتالي هذه القضية اتخذت منحى سياسي ولم يعد لها أي مفهوم قانوني وتدخل في إطار تصفية الحسابات السياسية. إضافة إلى كل هذا فأن هناك بعض النقاط التي تستوجب الاستفهام بصفة واضحة، وهي أن هذا القطب القضائي الذي وقع أحداثه رغم كثرة القضايا من النظام السابق إلا أنه لم يجد إلا الوقت المخصص لهذا الملف، وكأن هناك نوعا ما استهداف للسيد وزير الخارجية السابق، إضافة إلى التوقيت توجيه التهمة الذي يتزامن مع الاستحقاقات السياسية ومع الأحداث السياسية التي تدور في البلاد. هذا كله يطرح عديد الاستفهامات التي تجعل هذا الملف قد خرج عن مساره القضائي الطبيعي ليصبح ملفا سياسيا. كاب اف ام الكلمة ليك.